كذا في مبنى فرع جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بوادي حضرموت الاجتماع الدوري لرؤساء فروع الجامعة في كل من عدن وحضرموت الوادي والصحراء والمكلا وشبوة بحضور رئيس الجامعة البروفيسور غالب بن عبد الكافي القرشي وأمين عام الجامعة الدكتور يحيى بن مقبل الصباحي. وناقش الاجتماع الرؤية التطويرية للجامعة وفروعها خلال الخمس السنوات القادمة وإقرار الموازنة العامة ومعالجة الإشكاليات المطروحة خلال العام الحالي. وأكد القرشي اهتمامات الجامعة بتقديم مستويات عالية من التعليم الأكاديمي متوافقاً مع رؤيتها التي تجعلها ذات مرجعية قرآنية على المستوى المحلي والإقليمي. ناقش مدير عام مديرية عسيلان بمحافظة شبوة الشيخ علي الحجري مع قيادة مكتب التربية والتعليم والإدارة المدرسية جملة من القضايا المرتبطة بالعملية التربوية والتعليمية بالمديرية وتأثيرات حرب ميليشيا الحوثي والمخلوع عليها وكيفية معالجة مشكلتي نقص المعلمين والكتاب المدرسي في بعض من مدارس التعليم الأساسي والثانوي بالمديرية ختمت في قاعه التدريب بالمختبر المركزي في تعز اليوم الدوره التدريبيه في مجال السياسه العلاجيه لحمى الضنك وذلك ضمن مشروع مكافحه حمى الضنك الممول من مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الانسانيه والشريك المنفذ مؤسسه العون للتنميه وبإشراف مكتب الصحه العامه بالمحافظه. الدوره استهدفت استهدفت 30 كادرا صحيا من الكوادر التمريضيه.